أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الضابط في صلة الرحم؟ وهل الاقتصار على زيارتهم والسلام عليهم في الأعياد والمناسبات كاف لتحقيق صلة الرحم؟ هذا نوع من صلة الرحم، زيارتهم والسلام عليهم وزيارتهم في المناسبات، هذا من الصلة. صلة أنواع كثيرة، وأعظمها أنهم إذا احتاجوا تساعدهم من المال، هذا أعظم من أعظم أنواع الصلة. نعم.